السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي المتابعين. النهاردة ان شاء الله هنعمل كيكة بالشوكولاتة، الشوكولا وادي القهوة وبالنسكافيه. ايوة هنعمل كيكة ايه يا جوجو؟ بالشوكولا والقهوة والنسكافيه التلاتة مع بعض. حطوا ايه؟ لايك. يلا نبدأ بقى ونسمي ايه اللي. يلا يا جوجو بسم الله. هنبتدي ندخل الدقيق. بصوا احنا هناخد ثانية يا جوجو عشان نعرف المتابعين حبايبنا شايفين المعيار الموف ده، هناخد منه اتنين. ادي حطينا واحد هنا وادي التاني اهو. يلا يا جوجو عايز اعمل اسرع. شاطرة. استني انا اقصلك شوية. برافو عليك. كلنا نساعد ايه جوجو؟ ساعد مامي في المطبخ. جوجو مين ده؟ جوجو لا تساعد مامي. عايزة عشان صوت لخبطتي انتي على طول كده ملخبطه وملخبطاني معاكي. لا يا ماما جو جو ينطر در نطر جو بينطر دي صح. خلاص كده هنحط ايه؟ حطينا واحده. خلينا نركز بقى. حطينا واحده وادي التانيه اهي. شفتي وقعت مني بسببك. ماشي يا جوجو. وبعدين هنعمل ايه بقى؟ هنحط كده دخلنا خلاص الدقيق. ماشي شفتي؟ بعد ما دخلنا الدقيق هناخد بقى الايه؟ ادي الكاكاو. استني احنا ما عايرناهوش في المج الموف. هنعاير بقى فين؟ كده وادي يا حبايبي الايه؟ الكاكاو الخام بتاعنا. حطينا واحدة من دي كاكاو خام واتنين دي، يبقى كل المعايير كام؟ تلات. اتنين دي وواحدة من دي. انت عايزة تغيري غيري براحتك، بس جربوها كده هتعجبكم. ندخل بقى. عايزة تدخلي؟ هتعملي معايا زي المرة اللي فاتت ولا هتقعدي تسمعي كلامي؟ اسمعي كلامي. شاطرة يا جوجو. والله شكلها تحفة. حلو. بسم الله ما شاء الله. الله أكبر. يلا اعملي اعملي شوية بقى. خلصي. طبعا هنخلص الكاكاو ونجيلكم تاني ماشي عشان ما نغيبش عليكم. وادي الكاكاو بعد ما دخلناه هو كمان مع الدقيق. يلا هنحط بقى ايه؟ ادي القهوة. ايوة قهوة. ماشي. وكمان هنحط نسكافيه. نسكافيه جربوها هتعجبكم. خطيرة خطيرة خطيرة. كيكة بالشوكولا والقهوة والنسكافيه فكرة تانية معروفة. جربوها تعجبكم ان شاء الله. وبعدين هنحط البيكنج باودر. هنحط كل المكونات الجافة مع بعض وهندخلها. ماشي. يلا يا جوجو ندخل. اه شطورة. يلا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. شاطرة يا جوجو. دخلي ديك يا جوجو عشان اصورك البتاع ازاي. يلا. وكده يا حبايبي حطينا كوبايتين دقيق وحطينا كوباية كاكاو وحطينا قهوة ونسكافيه وبيكنج باودر. هنحط بقى ايه كمان؟ اللبن البودر. كوباية صغيرة لبن بودر. يلا ندخل كل دورة المكونات الجافة دي كلها ندخلها مع بعضي. يبقى زي ما احنا قلنا حطينا الدقيق والكاكاو واللبن البودرة والقهوة والنسكافيه كل المواد الجافة دي مع بعض. يلا نقلبهم يا جوجو. هنقلبهم الأول على الناشف. بصي يا حبيبة قلبي
امسك الطبق حلو. بالراحة بس متخافيش مش هتقع حاجة عليك. اهو مطوب كده، عملنا المكونات الايه الجافة مع بعضيها، الدقيق والكاكاو والخام واللبن البودرة والنسكافيه والقهوة والبيكنج باودر. فكده خلاص خلصنا المواد الجافة، هنتنقل بقى للمرحلة التانية. هنحط بقى كوباية، شايفين المعيار الموف ده، هنحط كوباية زيت اهي ماشي نفس المعيار. هنضرب بقى في الخلاط، نحط كوباية لبن، نحط 3 بيضات، ونحط كوباية ونص سكر، وكوباية زيت ماشي، وفانيليا. نحط دولت، دي المكونات السائلة، هنضربها في الخلاط ونجيلكم ماشي. خليكم معانا، اوعوا تروحوا في اي حته، وحطوا ايه لايك، فين ايديك شايفه ايديك، حطوا لايك على السكر. لا لا، عكيكه عكيكه ما نخلص. يلا خليكم معانا، ما تروحوش في حته تانيه، خلص ونجيلكم. يلا يا جوجو اضربي الـ3 بيضات الاول. احنا هنضرب البيض الاول لغايه ما يعمل فوم عالي، يعمل فوم يعني عشان ترتفع كيكه وتبقى هش اوكي. وهنحط السكر والزيت والفانيليا واللبن، وهنيجي معاكم عشان ما نطولش عليكم، نحط الحاجات دي ونيجي. اضربي بقى شاطره يا لولا. ادي البيض، بصوا عمل فوم ازاي. هنحط عليه بقى السكر والزيت وباقي المكونات اللي احنا قلنا عليها، وكده نبقى خلاص خلصنا الكيك. وبكده يا حبايبي ضربنا كل المكونات السائلة مع بعض، اللي هي البيض واللبن والزيت والسكر والفانيليا. يلا يا جوجو تعالي، وادي المكونات الجافة اللي احنا قلنا عليها. يلا قلبي وانا احط لك. بسم الله. لبن واحد، شكرا. الله، ده احلى كيكه يا ناس من ايد جوجو. حطوا ايه لايك. انتي بقى كمل انا. يلا شطره والله بعد وحياتي ويا ماما. نقلبها بقى حلو ونجيلكوا تاني. خليكوا معانا، حطوا ايه لايك. فين اللايك بتاعك يا جوجو؟ هو طيب كده يا حبايبي نكون خلصنا معاكم الكيكة الشوكولا والقهوة. جربوها تعجبكم. نحطها بقى في الصينية ونحطها في الفرن. هات يا جوجو الصينية من وراكي. ايه رأيكوا بقى؟ بصوا قوامها جميل ازاي. نحطها بقى في الصينية، حطينا في الصينية حبة زيت وخلاص. وادي الكيكة الجميلة بتاعتنا، بسم الله ما شاء الله. رأيك يا جوجو؟ حلو. وكده يا حبايبي نكون خلصنا معاكم الكيكة بالشوكولا وبالقهوة وبالنسكافيه. يا رب تجربوها تعجبكم ان شاء الله. وحطوا ايه لايك. شاطره يا جوجو. حطوا لايك. فين كل لايك ماما؟ لايك جوجو، حطوا لايك وسبسكرايب في الفيديو. يلا يا بابا اطلي لي يعني. ماشي، وجربوها وشوفوا الفيديو الاخر، يا رب تعجبكم. هنت راح نحطها في الفرن من تاخد من 40 دقيقه حسب الفرن بتاعك لنص ساعه، وبعدين هنوريكم شكلها النهائي. خليكم معانا، اوعوا تروحوا في اي حته تانيه. كيكه فكره تانيه مع روشة بالقهوه والشوكولا والنسكافيه هتعجبكم، جربوها. وبكده يا حبايبي كده تكون خلصت معانا، وجربوها بالهنا والشفا، كيكه بالشوكولا وبالقهوه والنسكافيه هتعجبكم.
الهنا والشفا. حطوا ايه؟ لايك لايك وايه؟ لايك سبسكرايب. وشير. تنسوش تحطوا لايك. يلا نقطعها. بس يا جوجو سخنة نور. نور. أيوة. نور 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 نور. استني مش عايزة اقطعها غير لما تبرد. بس احنا قلنا نوريها لكم. اوكي كده بعد ما قطعناها تحفة. بصوا ولا اتحرقت ولا اي حاجة. جميلة جميلة. جربوها بالهنا والشفا. وبكده يا حبايبي تكون الكيكة خلصت معاكم. جربوها وهتعجبكم. بصوا سخنة نور. جميلة جميلة. وهش حطي يا جوجو لايك. حطي لايك وسبسكرايب وشوفوا الفيديو الاخر. ورب كيكة تكون عجبتكم. ايه رأيك طعمها تحفة دول كده؟ بس حاسة عشان سخنة نور. ايه رأيك طعمها لذيذ يا حبايبي؟ جربوها تاني. واو طعمها حلو صح؟ جربوها تعجبكم بالهنا والشفا. باي باي. السلام عليكم.